مكتبة رواية السيد الساشم السيد أحمد رفاعي زيناب الشيخ الطريق رفاعي العاصمة المتنوعة، وهذا اسمه مدينة الكويت، دراسة جغرافية في جغرافية المدن، دكتور أحمد حسن إبراهيم قسم الجغرافية جامعة القاهرة، متخرج جامعة الكويت سابقا، يمكن من أهل مصر، مركز بحوث والدراسات الكويتية عام 2009. سبحان الله الوالد عاد خريج جغرافيا، وهو لما كان عضو مجلس أمة رئيس المجلس البلدي بالستينات سوى قانون الانتساب، يقول انتسبت جغرافيا تاريخ، يقول كان ما في تخصصات وايد، وكان زميلته زوجة العم علي ثنيان القانم صاحب المسجد وهي اسمها موجود عليه، زوجته الدكتورة الفاضلة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، كان أخوها العم جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس أمة بعد من شخصيات محبوبة ورئيس مجلس أمة كذلك سابقا، ولدها مرزوق علي ثنيان القانم رئيس نادي الكويت، ولدها بعد خالد الشاب المرموق خالد علي ثنيان القانم، وفهد صاحب الحين سوى نادي بإنجلترا، الله يوفقهم الجميع. المهم انه هو هني يتكلم عن البعد التاريخي، يقول يتمثل هذا العامل في امرين، اولهما امكانيه الربط بين التاريخ المبكر لقدوم جنسيات معينه عن تاريخ دوله الكويت في سكن مناطق المدينه القديمه داخل السور، ومع توالي وصول جنسيات اخرى سكنت حولها او بعيده عنهم، يتضح ذلك عند مقارنه مناطق سكن الهنود والباكستان والايراني الذي كانوا وما زالوا. البحث الحلو عن تاريخ دولة الكويت، كانوا مناطق سكن الهنود والباكستاني والإيراني الذين كانوا وما زالوا نسبيا يتمركزون في المدينة القديمة خاصة منطقة الشرق. الوالد سيد هاشم السيد عبد الرفاعي كان يرشح منطقة الشرق، رشح مجلس تأسيس فرقة ويا 8 أصوات العم الدعيج الشامية كان يسولف، وبعدين 62 ونجح ل 72، وكان بقائمته جوهر حياة حسن جوهر حياة ومحمد سيد عابد سيد محمد سيد عابد سيد علي سيد عابد الموسوي واسماعيل الدشتي وكنا محمد دشتي ومحمد رفيع المعرفي بعد نسيبنا زوج خالتنا فاطمه الحسين السباهي الله يرحمهم، وبالنخي وعلي بالنخي وابراهيم خريبت كان قائمه ثانيه صاحب مجلس صوت الخليج، وكان السيد هناك بيت يدنا السيد هاشم الرفاعي بن رطط الشيخ الرفاعي بالشرق، ووالد والد المطبه فريج من جبل الرومي الميدان قابله للاستاذ محمد الملا قناه الشاهد قال. بينما والله ترى حقق امنيات الوالد لما درس جغرافيا تاريخ بجامعه الكويت، درسنا انا اخوي القاضي محمد السيد يوسف رفعت ثله من الطلب مع الامام الشرعي 72 ل 80 ماده جغرافيا وتاريخ والتصوف، يعني هو حقق امنياته بمقابلته انا هني كذا واحد من اللي كانوا معاه جاملوه في جامعه الكويت بالسبعينات. فهو الحمد لله يعني كان الله سبحانه وتعالى مسهل. منطقة الشرق بينما تركز الأردنيون والفلسطينيون في حولي والسالمية، والأمر الثاني يتمثل في ذلك في أثر تلك الروابط التاريخية التي ربطت بين الكثير من الأسر الكويتية من جهة والهنود والباكستينيين والإيرانيون والعمانيين في جهة، ذلك خلال الرحلات الصيد والتجارة عبر تاريخ الكويت خاصة في ما قبل النفط والتزاوج والتناسب بعد، وكان لهذه العلاقات التاريخية أثر في تفضيل استخدام هذه الجنسيات العمل لدى الأسر الكويتية ما حد وجودهم في مناطق السكن الكويتيين بشكل لافت، ونغلق الكتاب يا رب الهادف.